السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من فضلك يا استاذ، كنت باخد بطاقه تموين من واحده وبشتري عيش بيها، وهي بتقول لي ادفعي لي ربع جنيه في الرغيف، في حين ان الرغيف بتحسب عليها هي، بدفع حق العيش وبدفع لها ربع جنيه فوقه. ايه المشكله؟ مش هي صاحبه الرغيف؟ بس انا اللي بشتريه وبرجع حاسبها هي، يعني هي ما طيب انت عاجبك ما عاجبكش ما خلاص انتهى الامر، لكن ما فيهاش حرمانيه. لا مش حرمانيه واحده. جزاكم الله خير. وياكم.